السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا قطط؟ ازيكم يا عسلات؟ اشتركي معايا في القناة يا سكرة، اكتبي لي تعليق حلو يا جميل، لايك، ارفع الفيديو. معانا النهاردة السلطة اللي احنا كلنا بناكلها من عند بتوع الفول والطعمية والمطاعم الكبيرة، ونقول السلطة دي مختلفة. تيجي تبص في مكوناتها تلاقيها زي اللي بنعملها في البيت، بس الطعم مختلف. عايزة تعرف ليه؟ تخميرة السلطة. يعني ايه تخميرة السلطة؟ احنا انتوا هتعقدوا كل حاجة؟ ليه؟ ما بنعقدش حاجة خالص، الموضوع بسيط والموضوع علمي بحت. نبتدي بايه؟ انا هشرح لك الحاجات الاساسية عشان تبقي عارفة ظروفك، واقول لك تقدري تزودي ايه. بصل احمر، بصل ابيض ما ينفعش، البصل الابيض بيبوظ الاكل وبيبوظ السلطه وبيبوظ كل حاجه. البصل الاحمر يا ست كل سر اكل اي اكل جميل. ليه؟ البصل الاحمر نكهه عاليه جدا جدا جدا، طعم مسكر جدا جدا جدا، فاتح للشهيه، طعم خيالي. البصل الابيض العكس خالص، بلاش. انت بقى حسب اللي عندك. انا عملت بصلتين، الموجودين موجودين عندي، ممكن تعمليه بصله كبيره. اساس بقى السلطه الصح البلدي بتاعه المحلات بقى وبتوع الحاتي والجماعه المتمكنين دول هي البصله. الاول هنقطع بصلتين، تقطعين مكعبات صغيره على ايديكي. عليكم السلام. ينفع نعمل البصل في الكبه؟ لا، البصل اللي في الكبه بيطلع ميته، ما بيبقاش حلو، ما بلاش. هنقطع البصلتين تقطيعه ناعمه. كل ما كانت السكينه بتاعتك حاميه، كل ما انت تعرفي تشتغلي في الحاجه بسهوله من غير مشكله خالص خالص خالص. حمي السكينه بتاعتك. هنقطع كويس، حمي السكينة بتاعتك حلوة، هتلاقي الدنيا ماشية معاكي حلو، لكن طول ما السكينة تنمى هتعاني. ايوه اهو. نيجي بقى لسر الخلطة، كمون وفلفل وملح، ده الاساسيات. ينفع اضيف اي حاجة تانية؟ ينفع تضيفي جوز الهند، تضيفي اللي انت عايزاه، بس دي اساس التخمير. شفتي بقى الحتة دي؟ بتفركي الفركة دي اسمها مرتة. المرتة دي بتتعمل في البط وفي الحمام وفي الفراخ، كل حاجة عايزة ريحة مفحفحة كده تعملي لها المرتة، وعلى المحشي كمان، دي اسمها مرتة. البصل الأحمر مع الملح مع الفلفل والكمون، اهو شفتي. انا حبيت اوريها لك في ايديا. لا اوريكي الميه اللي طلعت من البصل، الحركه دي بتطلع السكر الموجود في البصل، بتطلع الميه الموجوده في البصل، بتطلع طعم البصل. هتقولي لي بتفرق؟ صدقيني بتفرق. ده اساس بقى شغل المطاعم والفلاحين بقى والناس الحلوين دول كده. شويه ميه بس هنزل، العصاره اللي في ايديك دي ما ترميهاش، لطعم البصل والتوابل والبهارات والملح ما ترميش حاجه. معايا البصله بسم الله ما شاء الله حمرا وجميله ازاي. البصله بتاعتك تبقى جامده من بره بس مسكره وايه حلوه ماسكه نفسها، وتبقى حمرا من جوه. انا جايبه كيلو ونص بخمس، الصراحه انا ما اعرفش سعره، انا جبت من واحده من البيت قدام البيت، فانا ما اعرفش هو سعره ايه، بس ده لسه جايبه كيلو ونص بخمس. طبعا شوفي السكينه، يعني مع اني استناها بس اتلمت بسرعه، بيبقى جوده السكينه مش عاليه، السكينة اللي كل شوية عايزة تتحمى ده. اهي الحاجة بتزحلق من تحت ايدك كده، يبقى السكينة بتاعتك مش مظبوطة. الطماطم لو مززة او مرة هتحتاج منك شغل كتير في السلطة. في سلطة تاكلها وتقولي يا سلام جميلة احلى من الاكل نفسه، وفي سلطة تاكلها تسد نفسك اساس. السلطة خضار وفيتامينات واملاح ومقوم مناعة، مش حاجة رفاهية خالص خالص خالص. نحاول كلنا نعتمدها في الاكل بتاعنا وتعود عيالك عليها، لان لو اتعودوا ياكلوا الرز والمكرونه والحاجه هتبقى مصيبه بعد كده لما يكبر. شوف السلطه بتاعتنا اصلا مضاد حيوي وقوي جدا. معاكي الخضره بتاعتك بقى، كزبره وبقدونس وشبت. انا بعمله بالمقص، المقص ده انا عاملاه للخضره وعاملاه للمعجنات.
اعملي مقص حتى لو سعره رخيص للحاجات ديت، احلى ما تقعدي تقطعي على على اللوح، او تقطعي وايديكي تتقطع، انا ايديا بتتقطع لما باجي اعمل الحاجات دي. الخضره بتاعتك ما تبقاش بايظه، لو هتجيبي خضره ربطه خضره واحده وانت جايه في السكه احسن ما تبقى ناشفه. الناشفه دي بتبقى خلاص بقى بتبوظ السلطه كلها. معلقه خل حسب ما انت بتحبي الخل قد ايه، كل حاجه بتضيفي عليها قلبيها. بنضيف وبنقلب ليه؟ لان هنقطع ده بقى اهو، قطعته وضيفي طماطم تحفه ازاي. اللي بضيفه ده ميه، الميه هتساعد كل المكونات تنزل في الميه، تلاقي الميه بدات بعد كده تحمر جميله قوي. ما تخليهاش على النشي، ما تخليش الطماطم والحاجات محطوطه مع بعضها مع البقدونس مع البصل من غير ميه. ليه؟ شوفي كده بننزل البذره اهو، وطبعا الليمونه مغسوله وحطت قشر الليمون. قشر الليمونه اصلا فيه مكونات بتعمل تخسيس وبترفع المناعه غير الليمونه نفسها، غير عصير الليمون. ربنا ما خلقش حاجه في الدنيا الا لها لازمه. الميه اللي انت هتحطيها ديت هتخلي الحاجات الوسط كله يتفاعل مع بعضه، يبقى طعمه حلو وريحته حلوه وكل حاجه فيه حلو. دي التخميره بقى، هنحطها هتغطيها تقعد معاكي. لو انت في الحر حطها في التلاجة، انا هغطيها اهو في الحر حطها في التلاجة. لو بعد ساعة هتاكلوها سيبيها بره عادي مش مشكلة. ممكن مثلا لو عندك عزومة مفاجأة ولا حاجة، هاتي كيلو طماطم ضيفيه عليه، هاتي جزر ضيفيه عليه، بصل ضيفيه عليه. انت حطيتي اساسا تتاكل كده مع نفسها، لكن لو انت عايزة بعد كده تضيفي اي حاجة هتاخد الطعم طعم الميه بسرعه جديده جدا جدا جدا، كانك مبيتها في الميه بتاعتها دي بقى لها اسبوع. فاهماني؟ فانت دلوقتي انا مثلا انا حصل لي عدد زياده جاي دلوقتي، هجيب 5 طماطمات واحطهم، هاخد هبشر جزر، هبشر طماطم، هبشر خيار بالهنا والشفاء، ريحتها مفحفحه ما شاء الله.